آسف لتأخيري. تعرف إنك وصلت بالوقت المناسب، شكراً إلك. العفو، وأنا سعيد للصدفة الحلوة. صحيح، شو بك عم تنظري لي هالنظرة هي؟ خير في شي؟ شو الطريقة اللي بدك ياني أنظر فيها لواحد حرامي مثلك؟ ليش شو سرقت؟ بروش الألماظ اللي كان بجناح شاهيناز، وينه؟ أنت عن شو عم تحكي؟ صار لازم أمشي. مو قبل ما أفهم. مو ضروري إنك تفهم، المهم تكون صادق معي. أنا صادق، واليوم عازمك على الغداء باللاذقية. بس لازم أوصل قبل ما تعتم الدنيا. حتوصلي، بس بتوعديني إنه نتغدى سوا. وهلا رح اسبقك بسيارتي وانت بتلحقيني بسيارتك، اوكي؟ باي باي. وهلا بعد ما خبرتك كل شيء عن حياتي، شو بتحب تعرف عني كمان؟ الناس اللي انت بتشتغلي معهم. شاهيناز وامها؟ ايوه، قلت لك كل شيء عنهم. وانت شو رايك بجوازي اللي عم ترتبها ام شاهيناز لبنتها؟ جوازة مصلحة طبعا. بس البنت بتحب ابن عمها وانا بصفها، وبرايي لازم الوحده ما تتجوز الا الانسان اللي بتحبه. اكيد انت هيك رايك؟ بالمية مية. نياله، مين هذا؟ اللي انت بتحبيه. بحبه؟ انا لهلا ما حبيت. اكيد رح شوفك مرة تانية، يمكن تجمعنا صدفة تانية حلوة. طيب وليش لحتى نستنى الصدفة؟ خليها اكيد، مو احسن؟ بالوقت الحالي ظروفي ما بتسمح لي، شغلي بعدين. طيب على كل حال بدون ما نسبق الاحداث، تفضل خليها للصدفه واكيد رح تجمعنا. تفضل. الحمد لله على السلامة. نور، الله يسلمك. كيف كانت رحلتك؟ ممتازة، لولا عطل بسيط بالسيارة كنت وصلت قبل هلا بساعة. والأمتعة؟ عم بيطلعوها. شو وينها ماما؟ بالصالون مع شوية أصدقاء. شو رأيك تغيري أوعيك وتنزلي معي؟ لا شكرا، تعبانة كتير وبدي أرتاح. عن إذنك. شوف يا سالم، بصراحة هي أول تجربة عملية إلك معنا، وأنا بدي أثق بكفاءتك. بعد بكرة بده يوصل مركب صغير من قبرص. تفضل ارتاح. شكرا. في شوية بضاعة بدك تكون مسؤول عن نقلها. طمن يا نزار، طمن، ورح كون عند حسن ظنك، وهذا اللي بتمناه. أنا مستني هالفرصة هي من زمان، من ساعة ما كنت بالسجن وأنا متمني أطلع، لحتى أعمل عمل كبير، خبطة كبيرة، خبطة كبيرة تخلصني من الحرمان والفقر اللي أنا فيه، وصير غني. عظيم، وأنا عملت اللي علي، وألحقتك بالعمل معنا بعد ما وصى عليك زياد اللي اجتمعت أنت وياه بالسجن. زياد، حبيب قلبي زياد، بيني وبينه ذكريات حلوة كتير لما كنا بالسجن. يا أخي شام شجاع، بحب صاحبه وبيفني حاله مشانه. الله يفك سجنه. المهم يا سالم، بدي إياك أنت والشباب تفتحوا عيونكم منيح، عندي إحساس بأن مراقبين أكثر من اللازم. طمن يا نزار، لا تخاف. المهم تفاصيل العملية. تفاصيل العملية بتاخذها من حسان. بتمنى لك التوفيق.